هذا الجناح العراقي، هذا الجناح العراقي اللي مساحته 80 متر مربع، 80 متر مربع. حتى ذاكرين ليش الايجار ماخذينه من المعرض دمشق الدولي؟ الايجار مالته 35 مليون ليرة، 35 مليون ليرة ما يعادل 70 مليون عراقي. ما راح تصدقون، تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا. هذا التمر وهاي الشيشة بس، زين، وهاي السجادة العتيقة، هاي الصناعة العراقية، وأبوك الله يرحمه.